لكن إن كان عندنا من التمر فبها ونعمة، إن لم يكن فالأمر على سعة الشرع الشريف. عظيم. امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان لكنها سمعت أذان الفجر وهي تبدأ بصب الماء على جسدها ولم تكمل الاغتسال، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجنابة ليست مفسدة للصيام إذا حصلت قبل أذان الفجر، قبل دخول الفجر يعني. لكن الاغتسال هو الذي تأخر، يعني أصابت الجنابة بالفعل، مش الاحتلام، لكن أصابت الجنابة الإنسان في وقت الليل وهو يريد أن يغتسل، لم يسعفه الوقت أن يغتسل قبل الفجر، يغتسل فليغتسل ويكمل. وإذا يعني دخل حتى وقت الفجر ولم يغتسل بعد، عليه أن يغتسل حتى وإن أذن المؤذن. فالغسل من الجنابة ليس مفسدا، ترك الغسل من الجنابة ليس مبطلا للصوم، لأن ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل، مش الجنابة نفسها، أنه كان يغتسل من الجنابة بعد أذان الفجر. امرأة تشكو من عدم انقطاع النزيف، ماذا تفعل؟ تصوم على هذه الحالة أم تفطر؟ بنشوف النزيف ده الحقيقة، قضية النزيف في حد ذاتها بنلجأ فيها إلى الطب. يعني الطبيب يستطيع بتحاليل معينة أن يحدد النزيف ده، هل ده من علة، من مرض معين؟ فإذا كان من مرض وليس دم حيض فله أحكام، أما إن كان التحليل قال بأنه دم حيض فبنأتي إلى كم المدة التي يستغرقها هذا الدم، الطبيب يحددها. وإحنا كنا في جلسة قريبا مع أحد العلماء الكبار في جامعة الأزهر الشريف، دكتور جمال أبو السرور، وهو أستاذ كبير جدا، أول من أدخل فكرة أطفال الأنابيب في مصر في الثمانينات وفي الشرق الأوسط تقريبا، وهو رجل مميز في علمه، عالم قدير. فتناقشنا حول هذه المسألة، الست كان، وده سؤال جاء إلينا أيضا مثل هذا السؤال، السيدة كان بينزل عليها الدم طوال الشهر، ما هيش عارفة ده نزيف ولا عارفة ده دم حيض. الحقيقة سألناها هذا السؤال، هل يمكن بفعل اختبارات معينة وتحاليل معينة التمييز بين دم الحيض ودم الذي هو من مرض معين، نزيف معين؟ فجلس يشرح لنا كيفية نزول دم الحيض وكيف يحدث، وكيف يحدث الانفجار الذي في رحم المرأة، إلى أن وصلنا إلى أن الطبيب بالفعل بالتحاليل المعينة يحدد لي في هذا النزيف اللي خرج عن دائرة المعتاد، يحدد لي ده دم حيض وهذه دم استحاب. لو كان دم حيض يبقى يحرم عليها الصوم وتحرم عليها الصلاة ويحرم عليها مس المصحف الشريف، لكن لو كان والطواف بطبيعة الحال نزيف. إلا في يعني حالات بقى معينة يمكن نقولها في أثناء الحج يعني، لكن لو نزيف يعني نتج عن مرض ما ليس من قبيل دم الحيض، ففي هذه الحالة عليها أن تتوضأ لكل صلاة وأن تمارس حياتها الطبيعية، وربنا يشفي هذه السيدة. ربنا يشفي المرضى جميعا، وأنا بشكر فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام.